هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى هو السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله فرض فرائض، فرض فريضة والواجب الأصل أنه شيء واحد، فرض فرائض فلا تضيعوها. تضيع الفرائض يكون إما بالترك أو بالإتيان على غير الوجه المطلوب، وتقدم معه أن العبادة لا بد أن تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع بين الشرع قدريا كنعمل وكنستعين فلا تضيعها. نعم. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحد حدودا، وقد تقدم معنا على وجه كل ملك الحمى، على وجه حمى الله محال. حد حدود، وهذه هي المحرمات. ثم قال، وهذا قلنا أبلغ في البعد عن هذا، إما الاجتناب أن تجعل هذه في جانب وأنت في جانب آخر، وهذه التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقال لا بد من البعد عن هذه المشيئة.